جوار العراق، دول قريبه من العراق او صح دول غربيه، راح تشوف انه لا مقارنه نعم بين الغرامات اللي تفرض هنا على المخالفين، وبين مثلا في بريطانيا بعض المخالفات قد تصل الى 10,000 جنيه استرليني، مبلغ كبير نعم. جدا. هذا مو معناته انه احنا نريد نفرض هكذا غرامات، هي الفكره مو المبلغ المالي نفسه، هي الفكره هو تحقيق الردع، او انه الشخص او الانسان مواطن كنا يكون في بالنا انه انا اذا خالفت راح تكون هناك محاسبه ومعاقبه. نعم. مواجهه جائحه كورونا تكون بالعمل في اتجاهين بالتوازي، اولا موضوع التثقيف والتوعيه الصحيه، نحقق الوعي والرادع الذاتي انه انا اعرف هذا التصرف يضر بصحتي ويشكل خطر على الناس القريبين من عندي فامتنع عنه، هذا اتجاه. الاتجاه الثاني هو المحاسبه والمعاقبه من خلال القانون، وهذا ليس بجديد، احنا عندنا قانون الصحه العامه، يعني اتمنى حضرتك تشوفه وتطلع عليه، اللي هو قانون ليس بجديد، فيه الكثير من الفقرات حول هذا الموضوع، انه في حال طوارئ صحيه، في حال وجود طارئ يهدد الامن الصحي للمجتمع، نعم، فهناك عده اجراءات استثنائيه من بينها الغلق وال دكتور احنا اليوم بالتفصيل وحده وحده حتى المواطن يعرف شنو الاجراءات. انا اريد اعرف منو اللي راح ياخذ الغرامه، مثلا راح يكون تعاون بينكم وبين القوات الامنيه، لو شنو الاليه؟ يعني هو عاده يعني تعرف حضرتك بالنهايه وزاره الصحه وزاره خدميه، احنا من نشر مخالفه نعم على مؤسسه مثلا، على مطعم مثلا او مصنع من اغذيه مثلا، المراقب الصحي يأشر المخالفة، نعم، تكون متابعة تنفيذها هو مسؤولية القوات الأمنية. اليوم راح تصدر تعليمات مفصلة أكثر عن هذا الموضوع، طبعا هي مو في المناطق العامة، يعني إذا ما تحققت الشروط، يعني حول هذا الموضوع إذا نرجع للنقطة الثانية من المقررات يوم أمس راح نشوف تفاصيل حول هذا الموضوع، واليوم راح تصدر تعليمات من كل الجهات المعنية طبعا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وكل الوزارات يعني بهذا الموضوع. طيب احنا الفكره استاذ ياسر نعم مو العقوبه بحد ذاتها. الفكره هو يعني مجرد انه صار تفاعل ويا حضرتك والناس تسال، هو هذا اللي نريد نحققه. انه يكون المواطن يعرف انه المخالفه لها تبعات، نحن نواجه متغيرات خطيره، قد يكون امر يعني اسوء لا سمح الله في حال استمرار عدم الاكتراث.